بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفي المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله. الناس اللي عندهم مشاكل في العمل، الناس اللي عندهم مشاكل في الدراسة، الناس اللي عندهم مشاكل مع الأزواج ديالهم، بغينا نحطوا واحد القبول ديال السمع والطاعة ويكون كلامك مسموع وفيما مشيتي تكوني مقبولة وعندك هيبة وعندك قبول إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي ناخد واحد القنينة الريحة اللي تكون ديالك وتكون تتحل من الرأس ديالها، بحال هاد الريحة راه تتحل من الفوق. غادي نمشي عند العطار، غادي نعطيه 2 دراهم، غادي يعطيك حبة العشق وحدة، وغادي ناخد قطعة مسك أبيض ماشي الأسود. نقدر نوضع سائل، ولكن ناخد قطعة مسك صغيرة مع حبة العشق، لأنني غادي نحطها في هذه القنينة الريحة. الريحة عطر يكون كيما كان، العطر اللي بغيتي انتيا. أول حاجة غادي نوضع هذيك حبة العشق، بعد ما غنقرا عليها يا سميع يا سميع يا سميع يا سميع 70 مرة، وغادي نوضعها في البارفان ديالي. نحل القنينة وغادي نوضع فيها هذيك حبة العشق بعد ما أنقر عليها اسم السميع. غادي ندير الدعاء ديال اسم السميع، يا سميع يا سميع يا سميع، بحق اسم السميع أن يسمع كلامي، إن كان زوجا وإن كان مديرا وإن كان عاملا وإن كان أي شخص بغيتيه يتصنت ليك ويستلغى ليك ويبغيك باسم السميع. إذا غادي ناخد واحد قطعة مسك صغيرة على القد اللي غادي تدخل ليا في فم القنينة، وغادي نقرا عليها سورة النصر. سورة النصر نقراها 7 المرات، 7 المرات غادي نقرا على المسك ونوضعه في القنينة تهي مع حب العشق. سورة النصر للنصر والهيبة والقبول. ديما يكون عندك هيبة وديما تكون عندك قبول وديما تكوني مقبولة مع الناس. أول حاجة غادي ناخد هاد القنينة ونقربها إلى الفم ديالي، وغادي نقرأ عليها إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي نقرأ عليها اسم العزيز 70 مرة. العزيز اللي شافك يعزك ويبغيك، يا عزيز يا عزيز، بحق اسم العزيز أن تعزني مع فلان ولد فلانة، أو تعزني مع جميع الناس أولاد آدم ولاد حواء. بغيتي ديري هذا القبول على العمل، أو ديري على الزواج، أو ديري أي حاجة بغيتي تحطيها، غادي تقدري مع الدعاء تحطي الأمنية ديالك أي حاجة. وغادي إن شاء الله نحرك هذه القرعة، غادي نحركها مزيان وغادي نخليها ليلة كاملة تحت الرأس ديالي. نخليها تحت الرأس ديالي ليلة كاملة، والصباح غادي نحاول نحاول إن شاء الله نرش الريحة على الصدر ديالي، وغادي نمشي لأي مكان. فيما مشيت غادي نكون إن شاء الله مقبولة. هذه القنينة نحاول نحطها في داخل الساك ديالي، أو تكون حد الرأس ديالي، لأنها مقرية عليها القرآن الكريم، والقرآن الكريم يفضل أن يبقى في الغرفة ديالك باش أنها ما تبقاش في مجرى المياه أو أي حاجة. إذا نتمنى هاد الصيغة الربانية لقبول شعبان ليعطيكم طاقة إيجابية وتكونوا إيجابيات إن شاء الله.
إذا أحبابي إلا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، تأبوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.